ناس كتير وصحفيين ونقاد اختلفوا على مين اللي اطلق اسم شادي عليها. صحف كتير ذكرت انه عبد الوارث عصر، وصحف تانية قالت انه يوسف وهبي، وفيه اللي قال انه مخرج اول افلامها المخرج حلم رفلة. الحقيقة ان لا ده ولا ده ولا ده، وكلها قصص ميت فابريكا وغير صحيحة. عايزين تعرفوا القصة الحقيقية لاسم شادية ومنها شخصيا، ومش بس كده، لهنقول لكم كمان على اسم الدلع بتاعها ومين اطلقوا عليها وقصته ايه كمان. بس طبعا بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف على اليوتيوب وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد احنا بنقدمه. وبينا نبدأ. الفنانة شادية اسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر، لكن لما بدأت تشتغل في التمثيل أصبح اسمها شادية. صحف كتير زي الأهرام والمصري اليوم والجمهورية ومواقع غيرهم كتير قدمت قصص مختلفة عن اللي اختلها اسم شادية، لكن للأسف كلها قصص ميت فابريكا وغير حقيقية. يعني مثلا فيه اللي بيقول ان الفنان الراحل عبد الوارث عصر هو اللي أطلق على الفنانة شادية الاسم ده لما سمع صوتها لأول مرة وقال عنها شادية الكلمات، وفيه اللي بيقول ان اللي اختار لها الاسم ده هو الفنان يوسف وهبي لما كان بيمثل في فيلم اسمه شادية الوادي، وفي من النقاد اللي قال ان المخرج حلم رفلة مخرج اول افلامها هو اللي اطلق عليها الاسم ده. القصة الحقيقية كشفت عنها الفنانة شادية بنفسها في لقاء ليها مع تلفزيون الكويت لما سألتها الاعلامية امل عبد الله عن الشخص اللي اطلق عليها الاسم ده. طيب اسم شادية مين اللي اطلقوا عليك ومتى كان هذا الاسم؟ فقالت ان الموضوع حصل بالصدفة لما صديقها لوالدتها ولدت، فلما راحت السبوع بتاعها وعرفت انها بتفكر في اسم فني ليها، وكانت شادية في الوقت ده فعلا استقرر على اسم هدى وكان هو ده الاسم اللي هينزل على اول افلامها، فاقترحت عليها صديقة مامتها انها تسمي اسم شادية لان ده اسم بنتها، فعجبها الاسم ده جدا خصوصا انه كان غير منتشر وقتها. وجه صدفة يعني جميلة قوي، يعني واحدة صاحبتنا كده صاحبت ماما ولدت ورحت السبوع بتاعها وبعدين قالت لي ما تسمي اسم شادية زي اسم بنتي، يعني عجبني وكان قليل قوي اسم شادية زمان، بس يعني حتى العقد كنت كاتباه مع حلم رفلة باسم هدى وبعدين غيرناه. اما اسم الدلع فكان هو فتوش، وده اسمه تركي لان والدة شادية كانت تركية، ودلع فاطمة بالتركية هو فتوش. ماما تركية ففي التراك ما يكبوش اسم محمد، حتى محمد يقولوا ما مات وفاطمة فتوش، وكانت الام بتناديها بالاسم ده علشان لو شتمتها ما ينفعش تشتمها باسم فاطمة لان ده اسم بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لان الام يجوز تزعل من بنتها تشتمها او تشتم ابنها فيبقى انت عارفه الاسامي محمد عليه الصلاه والسلام فاطمه، فعشان كده بقى يسموا اسم كده. شوفوا قد ايه كانت الاخلاق. رحم الله الفنانه شاديه، ويريد كلكم تدعوا لها سواء مع نفسكم او في التعليقات بالرحمه والمغفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا الموناليزا صاحبة أشهر لوحة في التاريخ، وأتحدث إليكم من قناة نجوم الغلف. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف، ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلف على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.